مضاربة يا ميم. وين ماشي؟ وجايتك ملابس في الخير العينين. قاش فيه الحم القفة هذه؟ حم حاشا المحل بعيد الشر، سمعنا ومنعنا بعيد الشر. الحم صلي على النبي كلي، صلي على محمد نهار الجمعة، روح حرام ما يذبحوش الزنزارة اليوم. شو الحم ولا حرام؟ اي باوي اكثر من الحرام، استغفر الله ما نقولوش حرام، لا استغفر الله. اي حرام ولا اكبر حرام، دخل رطل اللحم لدارك بعيد الشر، كاين ما ادري واش دخل. من القفة هذه شوف هاني ما زدت بابك يا رب. كي نخلط على طرف بصل وشوية بطاطا وطماطم والفلفل اللي كان لقيتهم درجة تحت الصفر وش في النيريا لسه عندهم نشكر وفضلوا. اليوم بصراحة ميمة مواطن تونسي مازال نجم يزين طولته بالغلة بالبنان بالفريز. لا لا ول لا لا ول ولا ما يزين زينها بيش يزينها زينها بصلاة النبي المواطن خاصة القليل والكري ويتيم ويعلم به كان ربي كيف زينها. تقدر تاخذ كيلو فريز ب 5000، تقدر تاخذ كيلو تفاح ب 5000 ولا 6000، تقدر عليها، تقدر تاخذ البنان ب 15 دينار. شكون اللي ياخذ؟ شكون اللي ياخذ؟ شكون ولا؟ لا مش صعبت عمرها ما تصعب. وزويلي يحليلوا من هذا كله. هم المغاره نتاع النماله هي اللي ما خلتش تونس تطلع. في الخير العينين راه فاهمه؟ بالحق راه نحسق في هذيك ولدي. توصل بخير العينه. يا ميمة علي بابا و40 حرامي بكري قلت لي. اي فهمت؟ راهي تونس راهي غنيه بماله وبرجاله، اما ربي يهدي. اش تحب تقول رئيس الجمهوريه؟ شنو تحب تقول؟ اش تحب نقول له؟ قول له يا سيد الرئيس القليل راهو مشى تحت الساقين وتحت الرديس. الكراوات الايتام شنية درجة يعيش القليل مش عبر روح مهما قليل. عندك ثقة في الرئيس ولا قيس سعيد يعليه على من يعديه؟ الله يعليه والله يقويه لا بعده ولا قبله رئيس. يبعد على شكون؟ الله يبعد عليه الظلام لا يسهل لا يغفل لا ينام ولا راهو يخدم في بلاده بالقلب طاهر. مستحيل باش يأذي، مستحيل باش يلحقوا حتى اذى، لانك انت يجي شيء من عند الله هذيك حاجه عنا كل. اما بالنسبه له لا بعده ولا قبله رئيس. ميمة تبارت اليوم شنو؟ شنو باش تعملي اليوم فطور؟ نوصل طريف الخضره اللي كاتب لي يا ربي ونهز البوسات ونمشي لقطة دبابس. اظن باش لقطة دبابس باش بالحق ليش نكذبه؟ اغزلي اغزلي اليوم شطرت توانسه وكره ولات لقطة دبابس اليوم. باش ندير؟ من الاحتياج من حرف هالطرف بالعملية ريتها من حرف للطرف بالعملية ها والأخرى أما من غير عملية زيد أوراقي كلها مكسورة وولادي ستة يتيم وكري برغم هذا كل والضحكة ما تنحاتش على فم الحمد لله. لا لا القلب ديما من داخل اما ديما نقول له يا رب خطر. لا علاش هذا ولدي نهار الجمعه معبي بتقوى الايمان شكر فضل. قفة الزويل اش احوالها اليوم؟ اش احوالها ولد عمي على الاخر على الاخر هانا نشوف الفلفل والطماطم وقت الاسوام قديش الزوالي باش ياخذ طرف خضره ب 50 دينار تكلف ب 200 دينار خضره كي ياخذ اللحم قديش تكلف؟ لا لا الزوالي تعب خويا تعب تعب الزوالي ما هو المواطنين اللي حاورتهم يقول لك فما انخفاض في الاسعار رخصة شوي بارابور رمضان الخضره الحشيش رخصة شوي شو شو الطماطم والفلفل هذه سامحني الطماطم والفلفل هذه في عهد بن علي ناخذها ب 300 ب 250 فرنك هاي الله يرحمه الله يرحم بن علي ود توس وصل يترحم معناتها اي بن علي عهد بن علي الزوالي عايش بالقدا نجبد بن علي حر نجبد بيه نجبد وما نجبدوش انا نموت عليه بن علي نشري ب 250 الطماطم والفلفل توا ب 3000 ب 4000 ما نجمش نشريها بصراحه. اليوم مازلت نجم تدخل الغله لدارك تزين بها الطاوله مازلت تدخل الحم الحوت ولا ليه بصراحه؟ اسمعني انا مريض عامل عمليه على القلب ما نخدمش يصرف عليا يا ولادي
لا ما يجيبوش اولادي لا نشوف لا غله لا لحم. والصراحة تحب المواطن في عام الزوالي ودي تعب الزوالي والله تعب الزوالي صدقني والله تعب انا نشوف انا زوالي ونعرف الزوال تعبين ولد عمي تعبين. اما حاجات رخيصة اما حاجات بسومها طالع كي نعم مقارنة برمضان توا فما انخفاض شوية في الخضرة على الأقل؟ لا توا خير من رمضان فما انخفاض رخصة فما يعني. الفلفل كان ب 6000 في رمضان توا أول في 1500 فما بصراحة اليوم المواطن التونسي مازال نجم يزين طولته بالغلة ولا؟ لا لا الغلة لا الغلة الغلة لا والحم سي الحم الا ما راش ما راش انسى جملة الحم صور معه وتعدى الحم صور معه وتعدى مش بدو واضحين حطوا لي تعرف الموضوع صور معه وتعدى صور برك وتعدى وحتى خلوك تصور يا معلم 58 دينار الكيلو ماشي ياخذ ها اخي انا هم هابطينه على الفيسبوك هابطينهم تكلموا عليه جايب بلاطوات في التلفزه يحكيوا عليهم معلم مرشح معناها الزملين 600 المتوسط لا المتوسط مش الكبير هذاك السوام نتاعه اللي مكسر لا شكون يقدر عليه هذاك العلوش انا الحوت الحوت سي زاد الحوت سؤال بالله يطرح روحه سؤال واحد يطرح نفسه واحد سؤال احنا بلاد شنية بلاد فلاحة بلاد فلاحة اي دونك الشيء شيء من المأتي ولا يستغرب معناها انت حاجة بقى متاع درب تستغفر الله يا ربي بلاد متاع فلاحة والاسوام هكا ايو فالكلام نقطة وارجع للستر وكان انا غلط مثال عقب على كلامي اخوي فهمت كان كلامي انا غلط كيفاش انت دار النجار ناقصة باب فهمتك يا اخويا جينك يا شيخ برك يجينك يا شيخ قلت لك الحمد واحد راس قلت لي ايه علينا الحم تحكي اي الحم صاحب خي العلوش البقري اسحب كان الدجاج فيه شويه شويه هكا اه الحم الحصان من شكون ياكله حرام الحم الحصان شكون ياكل لا 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 الحصان يجتر يجتر معناه ايش معناه سامحني ناجي تجتر ولا انا عارف يجتر ولا الجمل يجتر انا نسميهم لك مسيج فهمت الكل ما يشتر هذوما كل ما هو يشتر حلال الحصان يشتر ما يشترش دونك مش حلال مش حلال معناها الجمل تاكله الجمل اي اي يزمك تتوضا لكليت لكليت الحم الجمل بعده تتوضا نمشي معاك انت دخلت عليه تو الحم الجمل اصلا مش ما دخلتش على حتى الحم انا عندي حاجه واحده قاعد نتعايش معاها هو الدجاج الابيض هكا هو بعد الدجاج الابيض اه صحيت حتىش اللي قلت نولوا نبيض ونولوا وريني شنو خديته نشوف شويه بصل شويه بصل وقناريه هذوما رخصوا على خاطر شرفوا ما عادتش فيها ما عادش الكعب ب 100 فرنك اي وشويه ثوم الثوم الخطر في تمكو ارحم الثوم اللي شايف لا الغله وين هي ها خبوك تشوف هالغله وين لا انا سأل البنان وانا يا راجل حتى انت البنان البنان تحكي عليه انت تاكل فيه فريق القروده غادي معناها الكيلو ولا والله دينار بفلوس تونس ولا 15000 ربع شويه تسمع فيا خويا لهنا ب 16000 15000 فهمت ايش التانه بين الثوره والثريه مع الفرق بعيد شاسع برشا المواطن اللي عيط المواطن اللي عنده سياح وعنده عيط ابني تو البطاطا البطاطا بصل يعني بي بطاطا بدينار بصل بدينار ابني نعمه من عند ربي راه قال انخفاض كبير في الاسعار بربر رمضان لا لا الاسعار نازله ابني البطاطا ما بقاش تخ قفت المواطن البطاطا ادينا مويا ادينا معقول اي نعم ما عند ربي معناها اللي كنت تاخذ كيلو تولي تاخذ نص كيلو ياخو لازم يعاول الواحد ابني نعم ما عند ربي شنو الحم كاسح الحم ما تحكيش عليه الحم كاسح ابني اما كوسي قاطع الحم زعما صعيب ياسر لا امبوسيبل صعيب ياسر لا 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 صعيب ياسر اما تحب اقول لك حاجه والله الحمد لله الانسان يحمد الله ويشكر ابني الحسب المده هذه توا لا الحمد لله الحمد لله يا ربي خرجنا من الازمه يعني فهم بيوت تاع انفراج بلادنا قاعده تخرج من الازمه الحمد لله الحمد لله توا تنجم تقول معناها الخضره معناها باهيه اسوان معقوله ايه مش مغني متى يتنفس روحه اما الحمد لله اول مره نشوف مواطن يتشكى يا شاد علي الواحد يتشكى الحمد لله قاعد بحضر لا لا خضر يا خضر مسكين ها هو ابني المواطن المعقول ابني شنو شنو القابل فين شنو
الخضره مربوطه بالشتاء، الخضره كلها مربوطه برحمه ربي، كي تبدا ثم شتاء تبدا ثم موجوده الخضره، خاطر يبيعوا لهم في الماء غالي. فهمتني؟ انت كخضاب صراحه تساعدك تبيع بالرخص ولا تساعدك تبيع بالاغلى؟ ديما نبيع بالرخص، ماذا بيا نبيع بالرخص، خاطر انا زوالي نبيع للزوال. فهمتني؟